السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثالثة من سلسلة الأحواض البحرية للمبتدئين. اليوم راح نحكي عن قائمة الأشياء اللي بتلزمك لعمل حوض بحري، وراح نجاوب على عدة أسئلة. شو قائمة الأشياء اللي بتلزمني عشان أعمل حوض بحري؟ ما هي الأجهزة المستخدمة في الأحواض البحرية؟ ما هي الأجهزة الضرورية وما هي الأجهزة الغير ضرورية؟ هل أنا فعلا محتاج لكل الأجهزة اللي بسمع عنها؟ خليك معنا حتى نتعرف على أجهزة الحوض البحري ونربط مدى أهمية الجهاز حسب أنواع الأحواض اللي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة. بس قبل ما نبلش خلينا نوصل هذا الفيديو لألف لايك، وإذا كنت لسه ما اشتركت بالقناة لا تنسى تشترك وتعمل إعجاب بالفيديو. مش كل جهاز بتسمع عنه في الأحواض البحرية لازم يكون عندك، وحاجتك للجهاز بتكمن في حاجة الحوض إله. بمعنى آخر، هل الحوض حالياً فعلاً محتاجه؟ لكن في هاي الحلقة رح نبسط لك الأمور ونحكي لك إيش الأجهزة اللي بتلزمك حسب أنواع الأحواض اللي حكينا عنهم في الحلقة الأولى، وإيش الجهاز الضروري يكون موجود وإيش بتقدر تستغني عنه على الأقل في بدايات حوضك. أولاً خلينا نتذكر مع بعض إنه أنواع الأحواض البحرية ثلاث زي ما حكينا بالحلقة الأولى: حوض أسماك فقط، حوض أسماك مع صخور حية، وحوض الشعاب المرجانية. اللي ما شاف حلقة أنواع الأحواض البحرية يرجع يشوف الحلقة رقم 1، وراح أحط الرابط بالديسكريبشن. رقم 1، الحوض أو الديسبلاي تانك. كمبتدئ بنحتاج حوض كبير نسبيا، ويفضل أحواض كبيرة من 200 لتر أو أكثر، خصوصا إذا كان حوض ريف. لكن لو حوض أسماك وصخور حية يمكن استخدام أحواض أصغر، لأنه كل ما كان الحوض أصغر كل ما كان تغير العناصر المائية أسرع، وبصير المحافظة على عناصر ثابتة أصعب. عشان هيك أحواض النانو 30 لتر أو 50 لتر يصعب التعامل معها لتغير قيمها بسرعة، ولا يفضل اقتنائها إلا اللي عنده خبرة طويلة بالمالح أو المحترفين. لذلك موضوع جرب تعمل حوض صغير نانو كمبتدئ موضوع ما بنصح فيه أبدا. رقم 2، الصمب. الصمب هو حوض أصغر من الحوض الرئيسي ويوضع عادة تحته، ويكون مقسم لأقسام حسب حاجة الهاوي. وظيفة الصمب هي وضع أغلب الأجهزة مثل السخان أو السكيمر أو مواد الفلتر أو غيرها من الأمور داخلها. ليكون الحوض الرئيسي أجمل بتنحط كل أجهزة الحوض داخل الصمب. طبعا في بعض الأحواض بيكون بدل الصمب مكان مخصص خلف الحوض، بس هاد بيكون حجمه أصغر من الصمب وبتكون مقيد كثير بالأجهزة اللي راح تستخدمها في الحوض. رقم 3، الهيتر. هو جهاز للمحافظة على درجة مياه الحوض البحري، ويفضل بالبحر نحافظ عليها ما بين 23 ل 25 درجة مئوية. رقم 4، الريتيرن بامب. هي مضخة بنرفع فيها من مي من الصمب للحوض الرئيسي إذا كان نوع الفلتر اللي عندك صمب. طبعا بالأحواض اللي حكينا مش موجود فيها صمب برضو بتحتاج أنت لمضخة ترفع المي من خلف الحوض للحوض. بالنسبة لحجم أو قوة المضخة لازم تكون تقريبا 10 أضعاف حجم الحوض، يعني إذا حوضك 100 لتر بتحتاج مضخة 1000 لتر بالساعة، ويفضل تزيد ما تقل. طبعا مضخة الرفع ضرورية في جميع الأحواض الثلاثة. رقم 5، جهاز بسيط لفحص الكثافة. بيلزمك في جميع الأحواض البحرية بغض النظر عن نوعها، حتى نحافظ على ملوحة الحوض 1.025. في أنواع كثير بالسوق، لكن أفضلها الريفراكتوميتر، وهو ضروري في جميع الأحواض البحرية لحتى نضبط ملوحة الحوض. رقم 6، عدة فحص أو تيست كيت.
إذا كان عندك النوع الأول من الأحواض اللي هو حوض سمك فقط، راح تحتاج على الأقل فقط أمونيا تيست ونترات تيست ونتريت تيست. إذا كان عندك حوض مرجاني أو صخور حية، بتحتاج عدة فحص متطورة أكثر من كالسيوم ومغنيسيوم وكيئاتش وفوسفات، لأنه بصير المحافظة على هاي العناصر أكثر أهمية في الأحواض المرجانية. راح نحكي بالتفصيل لاحقا عن كيميائية مياه الحوض البحري وعن عدة الفحص المستخدم. هاي الأنواع الستة اللي حكينا عنهم لحد الآن هي مهمة في جميع الأحواض الثلاثة. ما تبقى من الأجهزة بتختلف أهميتها حسب نوع الحوض، ويمكنك الاستغناء عنه على الأقل في البداية، لكنها بتخلي أداء الحوض أفضل بكل تأكيد. يعني إذا حاب تعمل حوض within budget بتقدر تمشي بالأجهزة السابقة فقط. رقم 7، الماء المستخدم يفضل طبعا ماء فلتر RO لأحواض المارين، لكن يمكن عمل حوض مارين بماء الحنفية. أما أحواض الريف يجب أن تكون المياه المستخدمة RO، لأنه مية الحنفية فيها مواد ونسب بتكون قاتلة للأحياء المرجانية. رقم 8، سكيمر، هذا جهاز للتخلص من الفضلات وبقايا الأكل الزائد. السؤال المهم، هل بنجح الحوض البحري أو المرجاني بدون سكيمر؟ الجواب نعم، ممكن ينجح. شفنا أحواض ممتازة أصحابها ما بيشغلوا سكيمر فيها، لكن إذا حدا سألني شو أهميته، جوابي هو سكيمر بيخلي هاي الهواية أسهل بكثير، وبيقلل من نسب ارتفاع النترات والفوسفات عندك بالحوض. طبعا بتزيد أهميته في أحواض المرجان، لأنه زي ما حكينا المرجان حساس أكثر لارتفاع النترات والفوسفات. راح نحكي بتفصيل أكثر عن السكيما وكيف بيشتغل في الحلقات الجاي. رقم 9، الإنارة. الإنارة موضوع متشعب ومش سهل نحكي عنه بهاي الحلقة، رح نتناوله بتفصيل أكثر في حلقة مخصصة بالإنارة. اللي بهمنا نعرفه عن الإنارة إنه وجودها فقط للزينة في أحواض السمك أو النوع الأول، لكن مهمة في النوع الثاني والثالث خصوصا. في النوع الثاني مهمة لأنه الأحواض اللي بتحتوي على أسماك وصخور حية بتحتاج في مرحلة من المراحل للإنارة لتكوين الكارولين ألجي اللي بيزيد جمالها وبعطيها اللون الزهري أو البنفسجي، ويمكن استخدام نوع إنارة متوسطة الجودة. لكن في أحواض الريف واللي بيكون فيها مرجان لا يمكن الاستغناء عنها نهائيا، ونجاح الحوض المرجاني بيعتمد بشكل أساسي على جودة الإنارة المخصصة للأحواض المرجانية. أخيرا بما يخص الإنارة، هي أكثر الأجهزة تكلفة بين أجهزة الحوض، وغالبا الأنواع الجديدة أسعارها مرتفعة. رقم 10، الويف ميكر أو جهاز عمل الأمواج. جهاز مهم جدا خصوصا في أحواض المرجان، لأنه المرجان بيحتاج لحركة المي لنقل الغذاء إله، ولا تتخيل حوض مرجاني بدون أمواج. طبعا في الأحواض اللي ما فيها مرجان بتكمن أهميته بتحريك الفضلات اللي في المي ليسهل على الفلتر التخلص منها بدل ما تكون راكدة في قاع الحوض. فوجوده بالنوع الأول والثاني يمكن الاستغناء عنه، ولكنه بيجعل أداء الفلتر أفضل. لكن في أحواض الريف بلزمك نوعية ممتازة، ويفضل يكون فيها كنترول تتحكم بسرعة وشكل الموج حتى يتيح لك إمكانية ضبط الأمواج بطريقة تناسب جميع المرجان الموجود بالحوض. راح نتكلم عن حركة المياه أكثر وعلاقتها بالمرجان في حلقة مخصصة لحركة المياه. الويف ميكر عادة بتكون أسعاره متوسطة. إذا هيك بنكون ضفنا كمان 3 أجهزة لأحواض الريف ضرورية، بينما في أحواض الأسماك بتكون ثانوية. كذلك بننصح المستجدين على الهواية إنه يعمل حوض بالمعدات الأساسية السابقة لتربية الأسماك، مع إمكانية تطوير الحوض لاستقبال المرجان فيما بعد. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم في الأحواض البحرية.
إذا كان عندك أي سؤال بخصوص هاي الحلقة اكتبه بالكومنت عشان نجاوبك عليه بحلقة الأسئلة. أخيرا لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. بنشوفكم بالحلقة الجاي، دمتم بود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.